ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله قد غادر بحفظ الله ورعايته، والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بعد حضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل الثالث الذي أقيم بمدينة الرياض دعما للجوانب التراثية والثقافية. وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ علي خالد الجابر الصباح وأعضاء السفارة، رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.